طيب هنرجع لهنا ابو القاسم تاني ولقاء مع محمد عبد المطلب مدير مكتب البال هنا في القاهره. اتفضلي هنا. من جديد برحب بيكم وبكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، ومعي في هذه اللحظات المهندس محمد عبد المطلب نائب رئيس NBA افريقيا. بدايه طبعا برحب بحضرتك على شاشه قناه نادي الاهلي. الحقيقه عايزين نتكلم على تنظيم هذه البطوله. الحقيقه مجهود كبير جدا مبذول، ظهر بمظهر جيد جدا بيليق باسم الرياضه المصريه. فحضرتك تكلمنا بقى على التنظيم. بصي الحمد لله، يعني كل الانطباعات وردود الافعال من الناس كلها، اذا كان على مستوى محلي في مصر او الناس من افريقيا او الناس اللي جايين حتى من اوروبا او من امريكا، الانطباع كويس جدا، المنظر كويس جدا، كل اللي بيجي الملعب ويتفرج على المباريات بيمشي مبسوط وبيرجع تاني، فحاجه كويسه. يمكن بس الملاحظه الوحيده ان الاعداد الجمهور ما كانتش بالساعه اللي احنا واخدينها، لان احنا مش واخدين الساعه القصوى بس للتوضيح يعني، فالقريبين بس مش هي النسبه اللي احنا عايزينها او اللي كانوا طمعانين فيها. فالموضوع ده مهم جدا. النهارده نتيجه المباراه محتاجه بقى وجود الجمهور وتشجيع، يعني من اول المباراتين الجايين الاهلي محتاج المكسب، لان النتيجه اي نتيجه سلبيه هتبقى فيها تعمل مشاكل للفريق. لكن النهارده بعد الخساره انا الحقيقه اتفائلت. قلت السنه اللي فاتت الاهلي خسر ماتش برده هنا وراح كسب البطوله، فان شاء الله عادي يعني ما فيش مشكله. الفريق قادر ان هو يعني يلم نفسه ويقعدوا مع بعض ويتكلموا، كوتش وجوستي اكيد هيبقى لهم لحظات. واظن ان الاداء مش يعني النهارده كان معقول، بس هو مش احسن حاجه، في شويه غلطات واخطاء وقله تركيز يمكن ساهمت، وفي توفيق كمان من فرقه سيتي اويلرز، فاظن هي دي كانت الاسباب لتغيير يعني ان احنا شفنا النتيجه ديت. الحقيقه احنا عندنا ثقه كامله في رجال النادي الاهلي، ان شاء الله يقدروا يصعدوا لرواندا ويفوزوا كمان بالبطوله في رواندا. عايزين نتكلم على نقطه مهمه قوي، وهو انه الجماهير المصريه اصبحت بتهتم بالالعاب الاخرى مش بس بكره القدم، يمكن زي من سنين قريبه. فانا عارفه ان كمان ليكوا نشاطات كتير اكيد مختلفه زي كره السله واكثر. بصي الحقيقه يعني مصر دلوقتي يعني الاهلي لسه مخلص بطوله افريقيا الكره طايره، بطوله افريقيا كره السله شغاله، كمان يومين بطوله افريقيا كره الطايره السيدات هتشتغل، في بطوله افريقيا كره اليد او كاس الكوس حاجه كده، ففي بطولات كتيره مشارك منها الفرق المصريه، والاقبال والمتابعه من الجمهور ابتدت تزيد وبصوره واضحه، اذا كان سوشيال ميديا واضح، اذا كان التواجد الجماهيري اذا كان هنا في حسن مصطفى او في صاله النادي الاهلي، فطبعا دلاله كويسه ان اللعبه الاولى هي كره القدم طبعا الجماهيريه الاعظم ما فيهاش كلام، لكن بقيه الالعاب ابتدت تاخد متابعه ومشاهده، وخصوصا ان الالعاب مختلفه، يعني الباسكت النهارده المباراه دي خلصت في اخر ثانيه، وهي دي حلاوه الباسكت بول. فطبعا يعني دلالات مؤشرات كويسه ان شعبيه الالعاب الثانيه بتزيد وهتاخد حقها كمان جماهيريا وعالميا الفتره الجايه. يعني انا بشكر حضرتك جدا، وبشكر حضرتك كمان على التنظيم الرائع الحقيقه، حاجه مشرفه جدا وبتليق باسم الرياضه المصريه، فشكرا جدا. متشكر جدا، وبواجه تحيه لقناه النادي الاهلي انها بتنقل المباريات، لان الناس كانت فعلا عايزه تتفرج، بس برضو بطلب من جمهور النادي الاهلي التواجد في المباريات القادمه تشجيع، نخلي الصاله شكلها حلو، وان شاء الله يعني النتائج الجايه تكون ايجابيه للنادي. بشكر حضرتك جدا. شكرا. يعني طبعا ده كان لقائي مع المهندس محمد عبد المطلب نائب رئيس NBA افريكا. والحقيقه كابتن هيثم ان هو ذكر نقطه مهمه جدا، وهي تواجد الجماهير واهميه تواجد الجماهير، فاكيد بنناشد جميع الجماهير ان هي تيجي وتدعم رجال كره السله. والحقيقه الاجواء هنا مميزه جدا، ورجال كره السله اكيد محتاجين الدعم، فياريت كل المشاهدين وكل الجماهير الاهلاويه تيجي وتدعم رجال كره السله. والان العوده ليكم مره اخرى في الاستوديو.